عارف ليه ما بتتقدمش في حياتك ولا خطوة؟ علشان بتعمل حساب وبتعمل قيمة لناس ملهاش قيمة، علشان بتقدر خسيس، علشان بتعمل الخير في الإنسان وبتحس إن الإنسان مش مقدر خيرك. لو ظنيت إن الخير بيتعمل لأجله فتستاهل اللي انت فيه دلوقتي واللي انت حسيت بيه من الناس. اعمل الخير لله واعرف ان الخسيس هيفضل خسيس ومستحيل الزمن يغيره، لكن الاصيل وابن الاصول عمر الزمن ما يغيره. خلي بالك حكمتك جوه قلبك، صدقها وعيش بيها وما تديش قيمة لحد لا يستحقها. وخد بالك الناس بتنسى انك كنت في يوم من الايام شخص رائع، بيبنولك على خطأ بسيط جدا بتعمله كل الحاجات السلبية اللي بتيجي بعد كده. يقولك شفت انت ده، شفت انت بتعمل ايه، موقف واحد، ده مواقف كتير رائعة نسيتوها. ينسوها لانك اصلا ناسي نفسك، لانك اصلا ما حطيتش قاعدة لنفسك، لانك اصلا ماشي في مسار غلط. ولما اجي اتكلم يقولك الدين التسامح، الحب، اليسر، اتعامل مع الناس يا عم، ده الدين بتاعنا تسامح. لكن الدين بتاعنا ما وصاش ان الطرف التاني يقل من كرامتي ويجرح حياتي ويدمر مستقبلي واقول له واو رائع انا سامحتك. لا صدقني انت بتضحك على نفسك، ولو قلت سامحتك انت ما بينك وما بين ربنا ومن جواك انت اصلا مش راضي، انت اصلا لسه بتتألم. عشان تعرف بس حاجة في الدين كمان، التسامح مش اني اقول انا مسامح فلان، التسامح ان احس ان انا مسامح فلان. لكن ما اقولش انا مسامح فلان وانا من جوايا بيتألم، وانا من جوايا بقول حسبي الله ونعم الوكيل، وانا من جوايا لسه بتذكر كل المواقف السلبية اللي الشخص ده عملها معايا. لما اقول انا سامحت يعني انسى، لما اقول انا سامحت يعني فوضت امري الى الله، لما اقول انا سامحت يبقى توكلت عليه. يبقى انت بتكذب على نفسك، ما تقوليش دين، الدين انت مش مستعمله مع ذاتك. فلما تيجي تدي لنفسك حكمة قول ان انا تعاملي مع الاشخاص هو انعكاس لتعاملي مع نفسي، فتعامل مع نفسي بافضل شكل ممكن علشان الاقي الاشخاص اللي هم بيظهروا بافضل شكل ممكن. يبقى انعكاسك الخارجي او انعكاسك للناس هو من الداخل اصلا. انظر جوايا، في حاجة كويسة، في حاجة اقدر اقدمها للعالم، عندي قوانين في حياتي انا ماشي بيها، انا ما بحبش حد يقل من كرامتي. بذمتك كده وشهادة لله ما بينك وما بين نفسك، عمرك شفت حد بيدي حد اكبر من حجمه والحد ده احترمه؟ عمرك شفت حد نفخ في حد قوي والشخص ده ما يستاهلش كل الحجم ده وفي الاخر صانه وصان عيشه وملحه؟ عمرك شفت حد قدر النعمة الكبيرة اللي كنت بتعملها له وهو ما يستاهلهاش اصلا؟ مستحيل. وهتلاقي اكتر ناس فعليا بتعطي للاخرين قيمة اكبر من قيمتهم وحجم اكبر من حجمهم هم اكتر ناس مأذيين في العالم ده، اكتر ناس بتاخد على راسها حرفيا. لازم لما تيجي تعامل الناس تعاملهم وفق احجامهم. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، انا عارف قدر نفسي، فدي كل واحد قدر نفسه علشان لو اديته اكبر من حجمه بيتنطط عليا وبيشوف نفسه عليا وبيتكبر عليا وبيبقى مغرور، وفي الاخر بقول انا اللي عملت له ده، انا اللي وصلته لده. انك لازم تكون محترم. يعني ايه محترم؟ تحترم نفسك وتحترم الاخرين وتحط لنفسك حد اللي هيتخطى حدوده معايا بقلة ادب، باهانة، بتقليل من شخصيتي، بتقليل من كرامتي، هضع عليه حد ان معرفوش تاني. ده المبدأ الاول، انا بنسحب ان كان عليا بنسحب من حياته، بلا بقى اهانه وارد له الاهانه باهانه والكلمه بكلمه والفعل بفعل، لا انا بريح دماغي وبكبر دماغي، انت من طريق وانا من طريق، مش هعرفك تاني ومش هدخلك حياتي تاني. لو اخطات وانا حذرتك وبعد كده اخطات نفس الخطا مره اخرى مفيش مشكله في التسامح عندي خالص، لكن لو انت مصمم انك تهني، تصمم انك تقلل من شخصيتي، لا يا حبيبي باي باي، وما اشوفش وشك تاني، وهقفل بابك ومش هفتحه، ولو فتحته وجيت ترجع مش هرجعك لنفس المكانه اللي كنت عليها قبل
قبل كده. فاوعى تسمح لاي شخص يقل من احترامك او انت تقل من احترامك مع الاخرين. ودايما خليك عطوف مع الاخرين، تعطف على الاخرين، تحس بالاخرين، وكل ما تحس بيهم اكتر كل ما تفهمهم اكتر وتعرف تتعامل معهم اكتر، وكل ما تكتسب كاريزما عاليه جدا وقوه وهيبه بشخصيتك لن يهزها اي شخص. الاحترام ده مبدا اساسي ومهم جدا جدا، انك تحترم نفسك وتحترم الاخرين، واوعى تخلي حد يقلل منك مهما كان ولا يقلل من شيء انت بتعمله مهما كان. ارفض بقوه، لان احترامك لا يعوض، ولو احترامك فقدته بين الناس وبينك وبين نفسك انت عايش كالميت. فمش عاوزك تعيش كالميت، عيش باحترامك، احترم الاخرين واحترم نفسك.